هل السكوت عن مساوئ الصحابة رضي الله عنهم لأن محاسنهم كثيرة خاصة بالصحابة، أم هي عامة في كل من كثرت محاسنه من علماء السنة؟ يا أخي، ما أنت مكلف تحصي مساوئ الناس وتذكرها، لا الصحابة ولا غيرهم، لكن الصحابة من باب أولى لأنهم صحابة رسول الله، وإلا كف لسانك عن مساوئ الناس وشوف مساويك أنت، اشتغل بمساويك وعيوبك، ولا تنظر في عيوب الناس ومساوئ الناس. وإذا كان هذا في الصحابة فهذا يجمع جريمتين، جريمة الغيبة وجريمة تنقص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.